بسم الله. دلوقتي نشوف مع بعض ازاي نرسم سقف يكون شكله شيك شوية. تمام، طيب خلينا نرسم الأول الحوائط بتاعتنا. لو أنا عايز أرسم حوائط ممكن تختار أي شكل أنت عايزه، أقول لك مثلا شكل خماسي بالشكل ده. طيب عايزين نبدأ نرسم ريفرنس بلان عشان نشتغل عليه. فهاجي هنا بقول له انا عايز ارسم ريفرنس بلان. تمام، خلينا نروح لليفل واحد الاول. اقول له ريفرنس بلان اهوت، خلينا نرسمه بزاويه اهو، ونديله اسم على اساس نقدر نعمله سيلكت. هسميه مثلا اس اي ال. تمام اهو. طيب دلوقتي بقى لما اجي ارسم من هنا هقول له انا عايز ارسم روف. تمام، وهقول له انا عايز ارسمها باي اكستروشن. باي اكستروشن يعني ترسم حاجه 2 دي وهو بيبدا يعمل لها الانبساط بتاعتها. تمام، فبيقول لي طيب انت مش هينفع ترسمها هنا، لازم ترسمها في سيكشن او بلان. فبقول له انا عايز ارسمها على الريفرنس بلان دوت. تمام، انا مديه شويه ميل شويه عن العادي. فبيقول عايز ترسمه في 3 دي ولا في اي الوفيشن؟ مش خلينا نرسمه في 3 دي مفيش مشكله. تمام، هترسمه على انا ليفل، على ليفل 2. تمام، وهقول له يظهر لي الريفرنس بلان اللي اشتغل بالشكل ده. تبدأ بقى ترسم الشكل اللي انت عايزه. خلينا مثلا نرسم على هيئة اس بي لاين. تمام اهو، تبدأ تديله الميل بتاعه. ده الشكل بتاعي اللي هيحصل له انبساط بحيث ان هو يبقى السقف بتاع الحوائط ده. اقول له موافق، وتبدا بقى ايه تغير بحيث ان هو يغطي الشكل كله. طيب في نقطه بقى ان هو واخد اكتر من شكل المبنى، انا عايز اخليه على حدود المبنى بالظبط. طيب الحاجه دي بقى نحلها ازاي؟ الحاجه دي ان انا اجي فيرتيكال. تمام، فيرتيكال دي اوبننج يعني هفتح فتحه هنا. طيب خلينا نقول له عايزين نفتح فتحه وبعد كده نحول للعكس. اجي اقول له انا عايز من خلال ان انا اعمل سيلكت اللاين. تمام، وعايز اوفست مثلا 500. تمام، واعلم على الشكل دوت ودوس تاب عشان يبدا يجيب بقيه الحوايط. طيب خلينا نعملها ده اهي على الحته الخارجيه. طيب انا دلوقتي لو قلت له انا موافق، تمام، هيعمل ايه؟ هيعتبر دي اوبننج ويعتبر اللي بره ده هو الشغل بتاعي. يعني لو وقفت كده مش هو ده اللي انا عايزه. طب الحل ايه؟ الحل ان انت ترسم شكل خارجي اي ابعاد اي حاجه، هو هيبدا يطرح منه الشكل دوت، هيبدا يقص الاطراف ويسيب لي اللي جوه بالشكل دوت. يبقى انا كده بكل سهوله رسمت الشكل اللي انا عايزه. تمام، ناقص بس ان انا اعلم على الحوايط واقول له تقف عند الشكل ده. اعلم عليها كلها واقول له اتاش، واعلم على السقف. الشغل كله يقف عند السقف بتاعي. يطلع الشكل بالمنظر الجميل ده.